أمي حبيبتي كرمال الله تحملي شوي. يا حرام يا حرام يا حسبي الله شلون بيعمل معنا قتلها يا حرام. تفرقوا لحدا يوقف هون تفرقوا ديروا بالكم. إليف يلا روحي. أبدا أنا مستحيل أتركك. سيارة إسعاف على ساحة بهار، في مرن ثابت برصاصة، استعجلوا. دقيقوا ساعدوني، اعملوا أي شيء، اطلبوا الإسعاف، إني عم تموت. أنا طلبت الإسعاف، بس ساعديني لازم نشيل القنبلة عنا. أنا مالك. خلص يا جماعة ارجعوا لورا. إليف إليف بنتي مسكينة. لا حرام شو صار فيها. مين يلي عمل فيها هيك؟ لك مو لازم نتصل بالإسعاف؟ حبيبتي يا أمي رح تعيشي يا عمري. يشوفنا. لك وين؟ يا جماعة شو عم يصير هون؟ عزيز شو عم يصير؟ قدرة كراي قدرة كراي هنيك ركض يلا. قدرت كراي هرب الحقير هرب كمان. أخي متأكد إنك شفته هون؟ إيه متأكد شفته بعيوني للحقير. شوف تارك نظاراته هون لك كأنه عم يتمسخر علينا هالعديم الشرف. سكروا كل الطرق حوالين الساحة وفتشوا كل السيارات منيح. المشتبه فيه قدرة كراي وين ما شفتوه بتقبضوا عليه. فتحوا عيونكم منيح. هرب منا كمان ما رح نقدر نقبض عليه. ليش على طول هو اللي بيربح؟ ليش؟ أخي اهدى وروق شوي خليك قوي من شان إليف. هاي المرة رح نقبض عليه. أنا عم بدرس طب بقدر ساعدكم.
طيب ماشي. النبض ضعيف كتير. تحملي أمي، أمي راح نوصل، تحملي. على شو عم تطلعي؟ اضغطي. سيدي في دورية. امشي لا تأتي. عافية. الله يعافيك، تفضل. في شيء جديد؟ فوتوها على غرفة العمليات، لازم نوقف النزيف بسرعة. لسا لهلا ما قدرتوا تلاقوها لبنتي يا فاشلين؟ عم نعمل يلي منقدر عليه سيدي، للأسف يلي خطفها ما ترك ولا أي دليل وراه. يعني قصدك هلا جماعة الأمن ما عم يعرفوا يشتغلوا شغلهم منيح؟ طلع فيني، دور بكل مكان واحكي مع الكل لتلاقيها، فهمت؟ نعم حضرة المدعي. أنا بمكان الحادث، في بنت صبية ميتة. وهويتها؟ بنت قدرت بيك، سهام. بعت لي العنوان فورا. شو قال لك المدعي؟ ليش وقفت؟ ولك احكي. العمر لك سيدي. سهام خانهم. افتح الباب. شرطة مكافحة الإرهاب رنا كاراي لساتها بالعمليات؟ بس أمي مالها إرهابية وبحياتها ما أذت حدا بنوب. استنوا لوقت ما تطلع من العمليات، أول ما بتطلع بتحجزوها فورا. اسمع، قدرة كاراي عمل كل شيء، صدقني هو عمل هيك بس مشان يأذي أمي ويقتلها. الحادثة ما لها علاقة لا بالإرهاب ولا بالرجعية، وكل شيء حكى افتراء. للأسف أختي نحن ما منقدر نعمل لأنك أي شيء.
وضع ما بيتحمل أي عملية. أنت شو عم تقول؟ يعني ما بدك تعمل له عملية؟ في دكتور بيعمل هيك؟ معقول تتركها تموت بين إيديك وما تساوي لها شيء؟ اسمعي، بالحقيقة أعضاء الداخلية ممزقة، ما فينا نعمل لها أي شيء. بعد شوي رح ينقلوها على غرفتها، ما بعتقد إنه في عندها كتير وقت، الأحسن إنك توضعيها. لا انتوا فيكن تروحوا. حاضر سيدي. انتوا الاثنين خليكن هون هلا. طول بالك سيدي. تركني بحالي، تركني. ورجوني. بنتي، حبيبتي، كيف سخيوا يقتلوكي؟ كيف؟ ما بقدر وقت على أمي، لازم يكون في حل. دخيلك ساعدني يا ربي. لا تشغلي بالك، لما سمعت سهيلة اللي صار اجت لعنا على البيت، هي مع ابراهيم هلا. خايفة مو بإيدي شو بعمل، خايفة انه اخسره. امي يعني فين عم تموت وما لي عرفانة شو بدي ساوي.
كيف بدي أتخلص من هاي المصيبة؟ لك كيف؟ أعزائي المشاهدين، كانت ستحدث فاجعة في منطقة بهار صباح اليوم. المديرة السابقة في جامعة اسطنبول المركزية رنا كاراي استخدمت كقنبلة موقوتة لإحداث حالة من الرعب في المنطقة، وبعدها أصبحت هدفاً للرصاص. أيوة 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 مع العلم أن اسم رانا كاراي في آخر فترة كان يذكر مع العصابات الرجعية. ألو، أمرك سيدي؟ تحت أمرك، جاي فوراً. نقلت رانا كاراي أخت الضابط المتقاعد قدرة كاراي إلى المشفى، ولم تتبنى أي جهة قيامها بهذا الهجوم. يلا قلي مين يلي قتل بنتي؟ اسمه كمال كورال، سلم حاله فورا وقال انه قتلها مشان ينتقم لبنته. ادعى انه سهام قتلت بنته جوليا ورمتها بالبير. كذاب كذاب كذاب، هنن بدهم يدمروني مشان هيك قتلوا لبنتي، بس أنا ما رح أرحمهم بنوب. لك بدي أقلع جذورهم، رح أمحيهم كلياتهم. ادخل. احترامي سيدي. تعال نزار، تفضل عود. شكرا سيدي. سمعت باللي صار اليوم؟ اي نعم سيدي، هلأ سمعت بالأخبار. هاي عملت قدرة كراي، كان عم يتفرج على المدام رنا وهي على طريق الموت. ما بدي أحكي لك وأقول لك مين هو قدرة كراي، أنت أكتر منا بتعرفه وبتعرف كتير منيح شو ممكن يساوي. طيب شو بدكم مني ساوي؟ قدرة كاراي مختفي. انت الوحيد اللي بتقدر تعرف وين مكانه. ليك نزار، يا ريت تخبرنا وين ممكن يتخبى قدرة، ولا تاكل هم، هو ما رح يعرف انك دليتنا. سيدي، نحن عم نحكي عن قدرة كاراي هون، ومثل ما بعرفه منيح اخر واحد بيضحك هو. هالمرة ما رح يضحك بابا، هاي المرة أكيد رح يبكي. هلا أنتم متأكدين يعني فيكن تدمروا؟ شوف يا نزار، نحن طول هالسنين عم نجمع كل هالأدلة واحد واحد مشان هاليوم، وهلا خذ قرارك، أنت رح تكون بصفنا؟ تمام، وأنا بصفكم كمان. فوتي يلا إليف، بعدين بتندم. شوفي أمك ووضعيها.
ألو نعم؟ إليف؟ قدرة كراي؟ كيف؟ شو بدك مني؟ بدك تهددني كمان؟ ولا بدك تقتلني؟ شو رح تعمل كمان أكثر من إنك أخذت لي أمي؟ أنتو كمان أخذتوا مني بنتي. إذا مفكرة إنه تعادلنا بتكوني غلطانة. نحن لسه ما تعادلنا. لسه قلبك ما احترق مثل ما أنا بدي. استنى. إليف شو قال لك؟ احكي. هو ما بده يحل عني، مو ناوي يتركني بحالي. شو بدي اعمل هلا؟ امي شو بدي اعمل؟ يعني شلون بدي احمي عائلتي؟ قليليني فين؟ إليف حبيبتي لو سمحتي خليكي قوية وخلينا نخبر عزيز. استنوا. يلا هلا. المكان فاضي سيدي، ما في حدا. هشام شو الأوضاع عندك؟ ما لقينا حدا هون. وهون ما لقينا حدا، معناها ضل عنا فرصة أخيرة بس. طيب منلتقي هنيك. يلا شباب. أمرك سيدي. ألو عزيز. إليف اتصل قدرة كراي. شو؟ هالحقير شو قالك؟ اتصل ليهددني، بده ينتقم لبنته سهام مني. قال لسه ما تعادلنا، هالشيطان لسه ناوي يعمل شي. ما كفى انه قتل امي. طيب لا تشغلي بالك، شوية وقت ومنقبض على قدرة كراي وبينتهي هاد الكابوس. يا ريت بقدر صدقك يا عزيز، يعني كل ما منقول انتهينا منه عم يرد يبلش، وكل مرة عم يأذينا اكتر من المرة اللي قبلها. انا عم بتوجع كتير، هالرجال مستحيل انه يتركنا بحالنا بنوب. أنا بدي كل اللي بحبهم يضلوا جنبي يا عزيز. لا تاكلي هم، هلأ رح خبر هشام يبعث عناصر أكتر على المستشفى. إبراهيم انتبه، نيفين تارك إبراهيم عند سهيلة. تمام، رح أبعث عناصر لعنده. بابا شو رح يصير فيه؟ ممكن يأذيه. المديرة السابقة في جامعة اسطنبول المركزية رانا كاراي استخدمت كقنبلة موقوتة لإحداث حالة من الرعب في المنطقة، وبعدها أصبحت هدفاً لرصاص. رانا كاراي؟ هي زوجتي أنا، بدي أطلع لبرا فورا، أنا لازم شوفها. يا شرطي يا شرطي. لو سمحت لازم أقابل المدير. هلأ سمعت بالراديو أنه مرتي بالمشفى، لازم روح شوفها. قال أنه في حدا مقوصها، رجاء ممكن تخبر المدير؟ طيب استنى شوي بس لحتى أشوف المدير. ما بدي إيمون من وشي. كمال هلأ بالمحكمة، أخذوا أقواله. إليف
رح عيشها بعذاب وخليها تترجاني وتقلي بوس ايدك اقتلني وريحني من هالحياة. انت بتعرف شو اكبر عذاب؟ عذاب الضنا. يعني منقتل ابن إليف؟ اذا قتلنا بتلاقي مكانه. منخطفه يعني؟ رح خلي ابنه يختفي، وكل ما تشوف ولد قدامه رح تتذكر ابنه، وما رح تعرف وين مكانه، ولا رح تعرف شو عم يأكل ولا شو عم يشرب. تعرف ليش مننسى أي حدا بمثلنا؟ لأنه ما بيكون في عنا أمل إنه نشوفه. بس إذا كان عندك أمل لتشوفه، ساعتها رح تتعذب كتير ورح تتوجع. وبدي يلي اسمها إليف تتوجع وتتعذب كتير. تاخدوه لابنا. يا روحي باين عليك كتير جوعان، مو هيك؟ قديشك مسكين ومقلك حظ، بس ان شاء الله كل شي رح ينحل. لا تشغل بالك يا عمري. انا بعترف اني ظلمتها لامك كتير. برأيك امك رح تسامحني؟ تعال نشوف مين اللي جاي. يلا يا حبيبي. صباح الخير. أمور. بعتني الضابط هشام لحتى أخذ ابن إليف خانم على المشفى لعندها. ما حدا خبرني منه. والله ما بعرف، أنا عم نفذ الأوامر. تمام، رح طعمي وجيب لك ياه. لا، هو أمرني أخذ لهم الولد فورا يا أنسة. بدك تاخده وهو جوعان؟ استنى شوي. استغفر الله العظيم. لو إنه يرجع الزمن وأكبر بهالدنيا وأنا جنبك والمس إيديك الدافية، بس الكل حرمونا من بعض. أنا لسه ما شبعت منك، تأخرت كتير للاقيتك، لسا بدنا نعمل كتير شغلات مع بعض. كل أحلامي اتدمرت، استكتروا علي نعيش سوا. أنا كنت رح أتخرج وانتي رح تعطيني الشهادة، مظبوط؟ ورح ترفعي راسك فيني، رح تشوفي حالك بالدكتورة بنتي. وكنت كل ما رح أتضايق وتعرض لمشكلة اجي ركض لعندك وقلك امي ساعديني، ولما تضميني على صدرك فورا منسى كل همومي ومشاكلي بين ايديكي. لو انتي جنبي كنت رح افرح وما كنت رح اخاف من شي، بس انا مرعوبة وخايفة كتير. سيد أحمد، وانت سجنوك كمان؟ هدوك الظالمين بالظاهر ما عم يتحملوا أبداً كلام الناس العاقلين بهاي الدنيا. الظلام والمجرمين برا، والناس الأبرياء والمظلومين جوا. لا لا، انت لا تشغل بالك، اجيت زور صديقي بالسجن.
قدرات بترجاك اللي وينك انت؟ لك الكل عم يدوروا عليك، اجوا على الجامعة وسألوا عنك وحتى هنن حققوا معي. قدرات لو سمحت انا عن جد رح جنها. هلا سهام نقتلت اليوم. كيف؟ انا رايح فترة من هون اهتمي بموضوع جنازة بنتي، يعني انت تفنيها. قدرات قلي لوين بدك تروح؟ طيب قلي امتى رح ترجع؟ شو صار؟ حضرتولي سيارتي شي؟ اي سيدي. ممتاز. سيدي الشرطة جايين لهون. معناتها عرفوا المكان تبعنا. ما حدا فيكن شافني، مفهوم؟ ممتاز. انت تعا معي. امرك سيدي. من هي اللحظة أنا رح كمل طريقي لحالي. تفتح لي الباب وبس اطلع من هون بتسكره، ماشي؟ مثل ما بدك سيدي. يلا. ارفعوا ايدكم لفوق وما حدا يتحرك. سيدي طول بالك، نحن منستسلم. خذ الأسلحة. وينو قدرات كراي؟ ما بعرف يا سيدي. وينو قدرات كراي؟ قلت لك ما بعرف. هلأ أنت خايف منه وما لك خايف مني ما؟ سيدي في طريق سري هون. تعالوا معي. تاركين الباب مفتوح. ما رح تقدر تهرب يا قدرة كراي، حتى لو رحت تخبيت بجهنم رح لاقيك وجيبك. رح تروح لعند الماما. لو سمحتي بكفي، رح آكل بهدلة من الضابط هشام بسببك. شو بو هذا التاني؟ يا عمري يلا خلينا نروح. يا رب يلا يلا يا حبيبي. إيه شبك ما عاد فيك تصبر؟ كنت عم حضره للصبي، شبك؟ أعطيني يا لقلك. يا ربي نسيت ببرونتو جوا. هلأ بشتري له وحدة غير، أعطيني يا لقلك.
سيدي، زوجتي القديمة بالمشفى هلأ، وضعها خطير كتير. لو سمحت ممكن شوفها، بلكي ما أصل لي فرصة. كيف؟ بدك تشوفها؟ بس بتعرف أنا عندي ضمير، لهيك رح تعاطف معك. حضروا له إذن ليروح. أمرك سيدي. يسلموا، شكرا. عثمان استناني عند الباب. طيب. بتخلي الكلبشات بإيدي، عم تفهم؟ ما بتشيلهم أبدا، منشان بس يطلع يخجل قدام أهله وعيلته. بدي الكل يتطلعوا عليه بقرف، وهالشي بيكفي. Gözlerini al yerden Bu günlerde geçecek أنا ما رح أخليك تروح قبل ما تقلي هلا وين وابني رجعنا للبداية يا إيليف خان رجعنا للبداية